جنون أضاحي العيد يجتاح أسواق تعز، إذ تبدو أسعار المواشي في أسواق المدينة هذا العام، وقد تجاوزت الأعوام السابقة في ظل شحتها بسبب استمرار الحصار على المدينة وعدم تواجدها، وهو ما فقم من عدم قدرة الناس على شرائها، خصوصا مع حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا هذه السنة سعر المواشي غير كل سنة، غلا نار. احنا المواطنين اصبحنا يعني ما عرفناش نعيد، الذي معه فلوس بيعيد، اللي ما فيش معه فلوس ما بيعرفش يعيد هذه السنة. طبعا والسبب أول حاجة حصار مدينة تعز، ثاني حاجة ارتفاع سعر الدولار. أنت لما تجي لعند البايع صاحب الماشية تقول له بكام، يقول لك مبلغ كذا، إيش السبب الارتفاع؟ قال لك احنا نجيب الماشية من مكان بعيد ونخسر عليه ونتعب ومدري إيش، فلذلك الأسعار مرتفعة نار. على غرار الأعوام السابقة تبقى متطلبات العيد كالملابس والحلويات وغيرها من المستلزمات باهظة الثمن، حيث أصبح الحصول عليها أمرا مكلفا بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون أوضاعا معيشية صعبة. الوضع أصبح صعب جدا، تدهور العملة اليمنية، غلاء الملابس وأضحية العيد ومستلزمات العيد بشكل عام، الأوضاع الراهنة والحصار المطبق الذي ما زال ومحاصر على مدينة تعز أكثر من 5 سنوات مستمر، هو ما أدى إلى الدهور هذا الوضع وارتفاع كل شيء بالأسعار. كذلك قشع التجار يلعب دور كبير باحتكار العملة واحتكار البضائع في المخازن. الارتفاع الجنوني للأسعار ينم عن قشع التجار كما يرى البعض هنا، خصوصا في ظل ما تشهده المحافظة من تسيب وغياب الأجهزة الرقابية للحد منه. عام بعد آخر تتسبب حرب الانقلاب بتلاشي فرحة العيد بسبب تدهور الأوضاع المعيشية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، ما ترك كل الأبواب أمام قشع التجار مفتوحة وسط استمرار غياب الحكومة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.